بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. النهاردة بقى جاي وجايب لكم معايا طريقة حلوة جدا إزاي تحفظ صفحة من القرآن الكريم في 5 دقايق. الطريقة دي قال عليها الدكتور يحيى الغوثاني، وهو من المهتمين بالقرآن الكريم وعلومه. هو حاصل على الدكتوراه في التفسير، وحد من الناس اللي بسم الله ما شاء الله عامل دراسات كثيرة ودارس علم نفس ودارس NLP اللي هي البرمجة اللغوية العصبية، شامل كده بسم الله ما شاء الله. الطريقة دي اسمها الطريقة السباعية. قبل بس ما نبدأ في الطريقة السباعية، تعالوا نتكلم عن الدكتور يحيى الغوثاني، وهو ايه اللي وصله للطريقة دي، وهل الطريقة دي علمية ولا حد جربها كده بالتجربة؟ لا، هي طريقة علمية ان شاء الله. الدكتور يحيى الغوثاني هو واحد من علماء سوريا الشقيقة. هو حاصل على دكتوراه من قسم تفسير وعلوم القرآن، بالتحديد علم القراءات، فهو راجل متمكن من القراءات التي يقرأ بها القرآن الكريم. طيب خلينا نتكلم عن النقطة تاني. هو دارس للبرمجة اللغوية العصبية، يعني هو يقدر يهيئ جسمك ان هو يستقبل حفظ القرآن، ازاي تقعد الجلسة الصحيحة، وازاي تستقبل وضعك يبقى مستريح وانت بتحفظ القرآن، ازاي تحفظ بسرعة. فهو دارس، مش هاوي، مش حد جرب طريقة ونفعت معاه وجاي يقولها لنا. لا، انا النهاردة بنقابلكم عن دكتور في علوم تفسير القرآن، فهو راجل فاهم هو بيقول ايه، وان شاء الله الطريقة هتنفع معاكم بإذن الله. الطريقة السباعية هي عبارة عن 7 خطوات انت بتعملهم علشان توصل لتمام الحفظ القرآن الكريم ان شاء الله. ده هيبقى آية آية او صفحة بإذن الله على بعضها. هتتعلم ازاي تربط الآية اللي قبلها بالآية اللي بعدها، او الصفحة، او بنسميه اللوح الاولاني مع اللوح الثاني ان شاء الله. طيب خلونا نبدأ على طول كده. اول خطوة في ال7 خطوات، الجلسة الصحيحة. الجلسة الصحيحة يعني انت بتبقى قاعد في قاعدة اسمها قاعدة المذيعين، بتبقى قاعد ظهرك مفرود وشك لفوق، هي دي الجلسة الصحيحة وانت بتقرأ القرآن. بلاش القعدة اللي احنا بنقعدها كلنا بتبقى ظهرك محني كده وانت بتحفظ القرآن او بتكتب، دي مش هتساعدك في الحفظ خالص. يبقى رقم 1، وانت جالس تحفظ القرآن تجلس الجلسة الصحيحة اللي هو ظهرك مفرود، العمود الفقري عندك بيبقى مفرود كله تمام الفرد، زي ما انا قاعد كده، بيسموها جلسة المذيعين لان هي بتساعد الجسم كله ان هو يستقبل، وهنقول ليه دلوقتي. الجلسة دي او جلسة المذيعين دي بتساعد النقلات العصبية ان هي تنقل المعلومات للمخ من خلال الحواس المختلفة في جسم الإنسان، فأنت هتستخدم عينك كمان شوية، هي في نقلات عصبية بتنقل النظر من العين للمخ عشان يحفظها، هتسمع كمان شوية، هتتكلم، فالنقلات العصبية دي بتنقل كل الحواس اللي عندك للمخ عشان يخزنها، فلازم تبقى قاعد الجلسة الصحيحة اللي تساعد النقلات العصبية دي إن هي تنقل المعلومات وتخزنها في المخ بطريقة صحيحة. الخطوة رقم 2، بعد ما انت جلست الجلسة الصحيحة ظهرك مفرود، ان انت بتمسك المصحف قدام عينك، مش انت اللي بتنزل للمصحف، انت بترفع المصحف قدام عينك بالطريقة الصحيحة، بس بتخليه ناحية اليسار شوية. ناحية اليسار بالنسبة للناس اللي بتكتب بإيديها اليمين، أما الناس اللي بتكتب بإيديها الشمال فهي بتخليه ناحية اليمين شوية، يعني عكس الطريقة اللي أنت بتكتب بيها، بتكتب بإيدك اليمين هتخليه ناحية اليسار، بتكتب بإيدك اليسار هتخليه ناحية اليمين. طيب هترفع المصحف بالطريقة اللي أنا ماسكها دي ناحية اليسار قدام عينك، مش موطي، علشان برضه هقول لكم ليه دلوقتي ناحية اليسار. ناحية اليسار دي طلعت طريقة علمية جدا قال عليها الدكتور يحيى الغوثاني في الفيديو اللي هو عمله وكان بيشرح فيه، وانا حبيت اقول لكم الفيديو ده عنه. يبقى هتمسك المصحف قدام عينك ناحية اليسار شوية وهتبدأ تقرأ وانت جالس الجلسة الصحيحة. طيب ندخل على المرحلة رقم 3 او الخطوة رقم 3 اللي هتعملها علشان تحفظ القرآن ان شاء الله بإذن الله. الخطوة رقم 3 ان انت هتبص في المصحف، هتجمع تركيزك كله، هتبص في المصحف بالطريقة اللي احنا قلنا عليها، هتجمع تركيزك كله في النظر للمصحف، في النظر للسطر اللي انت هتحفظه. فحضرتك هترفع المصحف قدامك وتنظر اليه ناحية اليسار شوية كده، وهتبدأ تحفظ من غير ما تنطق، هتركز كل انتباهك على السطر اللي انت هتقراه بعينك بس. وللمعلومة، العين بتقدر تقرا اسرع من الفم بأضعاف مضاعفة، يعني حضرتك تقدر تقرا المعلومة اللي انت عايزها، تقدر تقرا السطر اللي انت عايز تحفظه 5 6 مرات في خلال ثواني معدودة، ودي منحة من ربنا سبحانه وتعالى المفروض نحافظ عليها والمفروض ان احنا نستخدمها، ودي طريقة علمية جدا علشان تقدر تحفظ. يبقى كده اول حاجة بتجلس الجلسة الصحيحة، تاني حاجة بترفع المصحف جهة اليسار،
تالت حاجة ان انت بتركز دون ما تنطق، مش بتنطق، بتقرأ جوه منك، بتقرأ بدون صوت. الخطوة الرابعة اللي انت هتستخدمها علشان تحفظ القرآن الكريم بإذن الله، ان انت هتاخد نفس عميق جدا، طبعا هتاخده عن طريق الأنف مش عن طريق الفم، تاخد نفس عميق جدا وانت مركز على الآية وبتقراها بعينك. يبقى حضرتك هتاخد نفس كبير جدا عن طريق الأنف، وحضرتك مركز على الآية اللي انت بتقراها، بتقراها وانت واخد نفس، تاخد نفس، بتقرا جوه منك، بتقرا بدون صوت، تركز على رسم الكلمات اللي موجوده قدامك في المصحف. هنيجي للخطوه اللي بعد كده وهي الخطوه الخامسه. النفس اللي احنا اخدناه جامد ده الشهيق، المفروض ان هو بيخرج، وهو بيخرج من جوه رئتيك، المفروض انك بتقرا بصوت مسموع وواضح وبالاحكام الصحيحه للقران. طبعا دي عمليه مش سهله ان انت تقرا بالاحكام الصحيحه، فياريت يكون عندك شيخ بيصحح لك، او متابع حد من القراء زي مثلا الشيخ المنشاوي، حد من اللي بيقروا بالقراءات الصحيحة وتتعلم منه، لان انت لما تيجي تراجع على القرآن هتلاقي نفسك صعب جدا لو انت مش حافظ بالاحكام، انما لو حافظ بالاحكام هتلاقي الاستعادة سهلة ان شاء الله بإذن الله. يبقى الخطوة رقم خمسة بعد ما خدنا الشهيق للداخل وانت قاعد الجلسة المظبوطة ورافع المصحف قدامك وقريت مرة واتنين بعينك، بعد كده بتقرا وحضرتك بتخرج الزفير بقى وانت بتتنفس كده، هتلاقي ان انت عقلك واعي جدا، الناقلات العصبيه في قمه عملها، هتلاقي نفسك بدات تحفظ الايه، هتقرا الايه مره واتنين او السطر مره واتنين باذن الله. قبل ما ننتقل للخطوه السادسه او قبل الاخيره، لازم اقول لك ان القران يستاهل انك تخصص وقت في يومك لحفظ القران. يستاهل ان انت تتعلم تجويد، تتعلم القراءة الصحيحة، تتعلم التشكيل والتنوين، ازاي الاقلاب والادغام، لازم انت تتعلم علوم القرآن الكريم، لان هو ده اللي هينفعك في الدنيا والآخرة. وهنا خلوني استشهد بحديث وان كان حديث ضعيف، سيدنا النبي بيقول او هم قالوا ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. طبعا بعض العلماء قالوا إن الحديث ده ضعيف أو ليس له إسناد، ولكن ناخد منه المعلومة ونترك ما لا ينفعنا. في حديث تاني صحيح إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا القرآن لما شئتم، يعني اقرأ القرآن للي أنت عايزه، عايز تصيب الدنيا، عايز تصيب الآخرة، عايز تصيب زوجة، عايز تصيب منصب، بإذن الله اقرأ القرآن له، بإذن الله يتحقق ما تتمناه. فعشان كده القرآن يستاهل ان احنا نخصص وقت من حياتنا ومن يومنا عشان تحفظ علوم القرآن، لان هو الاساس طبعا وهو السند في هذه الدنيا بإذن الله. خطوة رقم ستة، ان حضرتك بتقفل عينيك وبتكرر الآية اللي انت ركزت عليها او قريتها من المصحف او السطر اللي انت عايز تحفظه، بتكرره من مرتين لثلاثة بدون النظر للمصحف، بس المهم انك تبقى مغمض عينيك ومركز تركيزك كله في حفظ القرآن الكريم. في المرحلة دي المخ بيبدأ يستقبل ان انت بتقرأ من غير المصحف، يعني انت بدأت تقرأ او تسترجع من الذاكرة المؤقتة اللي موجودة في مخك، ودي طبعا بتنشط العملية انك بتنقل المعلومة من الذاكرة المؤقتة للذاكرة الدائمة او الذاكرة طويلة الامد، وهي دي المعلومة اللي احنا بنعتمد عليها، وهي دي الميكانيزم ان انت تنقل من الذاكرة القليلة او قصيرة المدى الى الذاكرة طويلة المدى عشان تقدر تحفظ القرآن ويتثبت في مخك ان شاء الله. هنتكلم دلوقتي عن النقطة رقم سبعة او الخطوة رقم سبعة اللي هتعملها عشان تحفظ القرآن، عشان بعد كده هنقول لكم واقول لكم ليه بنرفع المصحف جهة اليسار قليلا، وده طبعا مش كلامي، ده كلام الدكتور يحيى الغوثاني صاحب هذه الطريقة، وهي تسمى بالطريقة السباعية لحفظ القرآن الكريم في 5 دقائق. المعلومة رقم سبعة أو الطريقة رقم سبعة، إن حضرتك بتربط الآية اللي فاتت أو السطر اللي فات مع السطر اللي بعد منه، إن أنت بتقراهم بنفس الطريقة، بتقرأ السطرين مع بعض، بتربط آخر الآية أو آخر السطر اللي فات مع أول السطر اللي موجود. في طرق كتيرة للربط بين المعلومات، لو حضرتك دورت على اليوتيوب هتلاقي طرق كتيرة، منها الطرق المنطقية ومنها الطرق غير المنطقية، مش ده المهم، المهم ان حضرتك تقدر تربط بين المعلومات اللي فاتت والمعلومات اللي هتستقبلها بعد منها، او بين الآية اللي فاتت وبين الآية اللي انت هتاخدها بعد منها. والتكرار بيفيد الشطار، ودي طريقة تاني هنبقى نتكلم عليها ان شاء الله في طرق الحفظ. كده يبقى احنا اتكلمنا على الطرق السبعه اللي تقدر بيهم تحفظ القرآن الكريم في الطريقة السباعية، طريقة الدكتور يحيى الغوثاني الراجل المحترم السوري اللي قال لنا هذه الطريقة. خلونا نراجع بسرعة 7 خطوات اللي هتعملهم عشان تحفظ القرآن الكريم بالطريقة السبعية إن شاء الله. أول حاجة هتجلس جلسة المذيعين اللي هي ظهرك مفروض
ووشك لأعلى. رقم 2 هترفع المصحف ناحية اليسار قليلا. رقم 3 هتمارس التركيز ان انت هتقرأ السطر اللي عايز تحفظه بدون ما تنطقه، هتركز انتباهك كله على السطر اللي عايز تحفظه من غير ما تقرأه ومن غير ما شفايفك تتحرك. رقم 4 هتاخد نفس عميق وحضرتك مركز على رسم الكلمات اللي موجودة قدامك او الكلمات اللي موجودة في السطر اللي حضرتك عايز تحفظه. طبيعي ان رقم 5 ان حضرتك هتخرج النفس اللي احتفظت بيه، بس وانت بتخرج هذا النفس اتمنى ان حضرتك تقرأ الآية اللي بتحفظها او السطر اللي بتحفظه بصوت مسموع، وهتكررها مرة واثنين وثلاثة. الخطوة رقم 6 ان حضرتك هتسيب المصحف من ايدك او هتقفله، وهتكرر الآية اللي حضرتك بتحفظها او السطر اللي حضرتك بتحفظه، وحضرتك مغمض عينيك وهتكرر الآية دي مرة واثنين وثلاثة، هتلاقي نفسك بدأت تحفظ الآية. الخطوة رقم 7، ودي خطوة مهمة جدا، ان حضرتك هتربط بين الآية الأولانية والآية التانية، او السطر الأولاني اللي عملت معاه كده والسطر التاني بنفس الطريقة، ان حضرتك هتجمع بين الآيتين او السطرين في مرة واحدة بنفس الطريقة. الحكاية دي مش هتاخد معاك اكتر من دقيقة او من نص دقيقة للسطر الواحد. الصفحة كلها هتلاقيها 10-15 سطر بالكتير، لو حسبناهم هنلاقيهم 5 دقايق او 6 دقايق على اقصى تقدير. اتمنى لكم حفظ القرآن. هننتقل دلوقتي بقى لاخر معلومة، اللي هو ليه ناحية اليسار قليلا بالنسبة للناس اللي بتكتب بايديها اليمين. السبب الاولاني انك لما بتمسك المصحف في مساواة الوجه انت بتفرد العمود الفقري ليك غصب عنه، يعني بيتفرد بياخد راحته جدا في الجسم، يعني هو زي ما احنا عملنا كده، لكن لو انا عامل كده هتلاقي ان في انحناءه في العمود الفقري، لكن كده لا، العمود الفقري مستقيم والنقلات العصبيه بدات تقوم بشغلها على اكمل وجه. طبعا وحضرتك في الوضع ده هتلاقي ان الرئه عندك بدات تتنفس بشكل سليم، بتتملي بالاكسجين او بالهواء المحمل بالاكسجين طبعا، ودي عمليه مهمه جدا عشان تركيز ونقاء العقل. حضرتك لما بتمسك المصحف تحت اليسار قليلا انت بتشد الاحبال الصوتيه اللي موجوده في منطقه الرقبه. الأحبال الصوتية دي لما بتبقى مشدودة بتطلع الصوت أحسن وأقوى. في معلومة بقى نفسية عايزين نتكلم عنها، إن أنت لما بتبقى قاعد الجلسة دي ورقبتك مشدودة ونفسك منتظم هتلاقي نفسك عندك ثقة بالنفس. الثقة بالنفس دي شيء مهم جدا وأنت بتحفظ القرآن، لما تلاقي نفسك كده واثق من نفسك وداخل على المعلومة هتقدر تحفظها أسرع بإذن الله. اخر معلومه في هذه النقطه ان حضرتك لما بترفع المصحف جهه اليسار قليلا انت بتستخدم بؤبؤ العين بيتجه ناحيه اليسار، حضرتك بتنشط الفص الايسر في المخ وهو المسؤول عن الترتيب وعن الحفظ في المخ، ودي حاجه مهمه جدا وهو ده اللي احنا عايزين نوصل له، ان الفص الايسر هو اللي يشتغل ويبدا يحفظ الحاجات المرتبه والحاجات المحفوظه وحفظ الاشياء المرتبه الترتيب الصحيح ليها، وهو ده المطلوب في حفظ القران. حضرتك محتاج تحفظ الايات بالترتيب بتاعها المعين انك تربط بينها. اتمنى ان اكون عرفت اوصل لكم المعلومه اللي قالها الدكتور يحيى الغوثاني في احد فيديوهاته، ازاي تحفظ القران الكريم او ازاي تحفظ صفحه من القران الكريم في 5 دقائق او في 6 دقائق على اقصى تقدير. الطريقه اسمها الطريقه السباعيه للدكتور يحيى الغوثاني، تقدروا تتابعوه على صفحته في اليوتيوب. واخر كلامي ان سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.